نلاقي صور الفساد بتيجي من هذه النحو. ازاي بقى تلتفت ربنا خلق الزوجين الذكر والايه، وبعدين تلتفت تلاقي واحد مستأنس بقى عايز يعمل انثى، الله، ويمشي يمكن يحط احمر واخضر ويعمل حواجبه ويعمل مش عارف ايه ويتخنس كده ويبقى انثى، الله، اهو ده بده يغير خلق مين؟ طب امرأة عايزة تسترجل برضو عايزة تغير ايه؟ خلق الله، خلق الله، الله. ولذلك الدكتور حسن جاد ده شاعر زميلي وتربينا سوا وشاعر، وبعدين شاف الظاهرة دي موجودة في المجتمع اللي بيغيروا خلق الله ده، بدي بتسترجل وده بايه، فقال قصيدة مشهورة له يمكن بعضكم شافه، من مجيري من الذين اللاتي حرت بين الفتى وبين الفتاة، دي مانيش عارف دي فتى ولا ايه، فالشاهد في من مجيري من الايه الذين اللاتي، خلاص كده يبقى اذا تغيير لخلق الله ولا لا. طيب اللي بتنتي في حاجبها دي وتنشئ لها حاجبا دقيقا بالألم كده، وبعدين يفضحه نبات الشعر من تحته ويبقى شكلها شكل القرد، لو أنها ده الجمال، ده الجمال ده إبداع وتقاسيم، ما يمكن سر جمالها في إن حاجبها يبقى كثيف، الواصلة ولا المستوصلة كل دول بالشكل ده، فلا يغيرن خلق الإيه، خلق الله.